برعاية مستشفى الدكتور أحمد الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين، أجمل مساء من هنا من استديوهات الحقيقة الدولية في العاصمة الأردنية عمان. إلى نبض الشعب أصحابكم بها أنا نضال خرشة، ونواكب في المادة الاستطلاعية المطروحة للنقاش حتى 6:30 من هذا المساء بعض التفاصيل التي أوصت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد أن حول مشروع قانون الضريبة من الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم حول إلى هذه اللجنة. نستقبل الاتصالات ولدينا مزيد من التفاصيل المتعلقة بما أوصت به اللجنة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى أيضا من داخل اللجنة التي لا تزال حتى هذه اللحظة مع الإخوان في ضريبة الدخل بعملية حسابية، كم هي المبالغ التي من الممكن أن يتم استثناءها من خلال المبالغ التي تعول عليها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والناتج عن الحصاد الضريبي لهذا القانون. المادة الاستطلاعية المطروحة للنقاش في هذا المساء: هل تؤيد تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على قانون الضريبة؟ لكن قبل ذلك، ما هي هذه التوصيات التي وردت قبل قليل على لسان النائب خير أبو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب؟ التوصيات كالتالي: اللجنة أقرت المادة المتعلقة بالشرائح والإعفاءات في مشروع قانون الضريبة، إعفاء أرباح الأسهم من الخضوع للضريبة. اللجنة كانت أوصت أو ترفع حد الإعفاءات للأفراد إلى 10,000 دينار في العام القادم 2019. 9,000 دينار الإعفاءات للأفراد اعتبارا من العام 2020 وما تلاها نظام الفوترة سيتم الانتهاء منه بعد عام تقريبا. اللجنة توصي برفع حد الإعفاءات للأسر إلى 20,000 دينار في العام 2019. اللجنة كذلك أوصت أن تكون إعفاءات الأسر 18,000 دينار اعتبارا من العام 2020 وما يتبعه. منح إعفاءات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة 2,000 دينار لكل حالة تم رفع الإعفاء للمزارع ليصبح 1,000,000 دينار من المبيعات. إعفاءات للشخص الطبيعي وللمعالين ب1,000 دينار المكلف تبدأ من العام 2020 وما تلاها. 1,000 دينار إعفاءات للزواج أو للزوجة المكلف تبدأ من العام 2020 و1,000 دينار لكل ابن وبحد أقصى 3,000. اللجنة توصي بشطب العقوبات الإضافية وإن بعض العقوبات مبالغ فيها. كذلك اللجنة توصي بإعفاء ضريبي من الترانزيت. اللجنة تحصر التهرب الضريبي بأن يكون بقصد. اللجنة توصي بإعفاء ضريبية للصناعة إذا لبت جملة الإجراءات التحفيزية. وأيضا اللجنة تقول ليس صحيحا أن كل من أكمل 18 من عمره يجب أن يدفع ضريبة مقطوعة، وكانت أوصت بإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي واستحداث ضريبة المساهمة الوطنية. هذه التفاصيل المتعلقة بقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار التي كانت قد أعلنت عن مجمل هذه التفاصيل قبل حوالي نصف ساعة من الآن، وكنتم قد تابعتم على شاشة الحقيقة الدولية من خلال ما جاء على لسان رئيس اللجنة. لكن هناك أيضا مصادر معلومات لنا داخل اللجنة في هذه اللحظات. ما هو الحجم الذي من الممكن أن تتحمله الحكومة أو أن ينخفض من المبلغ العام؟ المبلغ العام هو حوالي 200 مليون تقريبا من مثل هذه أو مثل هذه الرشة الضريبية في حكومة الدكتور عمر الرزاز. الحكومة التي جاءت بعد طرد حكومة الدكتور هاني الملقي كانت قد سحبت القانون حتى تعمل حالة من التنفيذ للرأي العام الأردني، بعد ذلك أعادت، قالت بأنها ستطرح هذا القانون وفق حوارا وطنيا، وكان فريقا وزاريا أو فرق وزارية قد زارت محافظات المملكة، وكنا تابعنا آنذاك كيف أن بعضهم قد لم يكتمل وجه الحوار بشكل عام، وكان البعض طرد من هذه الفرق الوزارية والبعض الآخر كان غير مرحب فيه على الإطلاق. لكن رممت الحكومة الحوار الوطني بشكل عام وعادت دفع المشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو بدوره قام بتحويله إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار. المعلومات الآتية لنا في هذه اللحظة من داخل اللجنة، لأنه هناك عملية حسابية حتى هذه اللحظة ما بين أعضاء اللجنة أي أعضاء مجلس النواب وما بين
مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدين للمدير أيضا، حتى يروا حجم التأثر حيال ما تطرحه الحكومة وحيال أيضا التوصيات من خلال النواب. المعلومات تقول بأنه 23,000 تقريبا الإعفاءات بما فيها الفواتير، تم زيادة 5,000 عن ما تقدمت به الحكومة كإعفاءات، وتم التوصية من اللجنة بأن كل شخص يعني لديه إعاقة في العائلة له إعفاء خاص بواقع 2,000 دينار، بالإضافة إلى أنه يعني فيما بعد بدنا نبدأ بمرحلة تتعلق بحصر المدخلات وما إلى ذلك للأسرة أو للفرد، حتى إذا كان ينطبق عليه يعني متغيرات هذا القانون للضريبة. المواطن الأردني لا يرغب بقانون الضريبة على الإطلاق، ويطالب أيضا بإلغاء هذا القانون بعد مزيد من الجلد الضريبي للمواطن الأردني في حكومات سابقة. وبالتالي البعض يقول بأن مجلس النواب حتى مع هذه التوصيات لم يقدم المزيد، بالإضافة إلى أنه أعاد يعني ترميم ترقيع إلى أكثر ولا أقل هذه المواد التي تدفقت عليه من الحكومة، وأنه سيلهب جيب المواطن الأردني في حال كان هناك تصويتا على مشروع القانون بشكل عام، بغض النظر عن المتغيرات التي طرأت من خلال هذه اللجنة وإذا قبلت بها الحكومة أو كان هناك حالة توافقية. طيب، ما هي التصريحات السابقة أصلا لنائب رئيس الوزراء السيد المعشر سابقا، والتي كان قد أشار فيها إلى أن قانون التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد إنه خفض الدخل للعائلات إلى 18,000 دينار نزولا من 24,000 دينار أردني حاليا، والأفراد إلى 9,000 دينار، وكان ذلك في لقاء سابق. كل اللقاءات الصحفية التي كانت لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أشارت إلى أن المواطن هو بالنهاية بغض النظر دفع ضريبة بشكل مباشر أو لم يدفع بشكل مباشر هو المتضرر وهو المتأثر، لأن أصحاب المحال التجارية، أصحاب المزارع، أصحاب الأسواق، المولات، ما إلى ذلك، الذين سيدفعون مبالغا ضريبية سيعكسون ذلك مباشرة على حجم واقع السلع بشكل عام، بالإضافة إلى البنوك أصلا التي يتحمل المواطن الأردني حجم التكاليف الضريبية. البنوك لا تدفع فلس واحد، وبالمناسبة 1,000,000,000 دينار سنويا أرباح البنوك بعض البنوك، وفي رقم آخر راح نشير إليه بعد قليل. هذا كله نتيجة حصالة المواطن الأردني، المواطن الأردني اللي تستخدم الحكومة والبنوك والمولات والمحال التجارية كبئر نفطي لا أكثر ولا أقل. خلينا نسمع المداخلات من خلال الإخوان المواطنين. هل المواطن انتقل ذهنيا إلى مسألة القبول بهذا القانون بشكل عام، وبالتالي أصبح فقط علينا الآن عملية الترميم وعملية التوافق ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة حتى يقدم هذا القانون للمواطن دون أن يكون هناك أي مزيد من الأوجاع، خاصة وأن المواطن يشكو ويئن 24 ساعة من حالة الوضع المادي بشكل عام؟ وبعد قليل سنشير إلى فوارق فاتورة الكهرباء التي يطلب رئيس مجلس النواب إيضاحات حول هذه الفروقات التي تشكل الضعف في كثير من الأحيان تذهب للفوارق الضريبية، بالإضافة إلى موضوع التأمينات وقضايا أخرى كثيرة. وبالتالي المواطن الأردني لم يتبقى له إلا الله ليرفع الأكف بالثانية إلى الله أن يكون هناك بوادر خير لحياة المواطن الأردني التي أصبحت متجففة تماما، كما هي الشكوى دائما من تجفف مصادر المياه في المملكة التي وضعتنا رقم 3 على مستوى العالم كأفقر الدول في هذه المصادر. زياد النعمات من الكرك وحازم الظاهر من عمان. زياد، مساء الخير. مساء الخير دكتور نضال. مساء الورد. المجلس لم يقصر ولجنة الاقتصاد والاستثمار طلعت لنا بهذه التوصيات، كيف تعلق؟ دكتور نضال، بس اسمح لي بالآية القرآنية الكريمة إذا سمحت. تفضل. دكتور نضال، أنت فارس الكلمة، وتحية لك ولفرسان الحقيقة والشعب الأردني. قال تعالى لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أناشد الأردنيون على امتداد رضاه الوطن أن يلجوا ويلجوا ويستغيثوا وينحنوا إلى الله عز وجل، أن يدفع عنهم العاديات وأن ينقذهم من هذه الزمرة الفاسدة.
أخي نضال قابلة الاقتصاد والفقهاء بعلم الاقتصاد يقولون